مرحبا بحضراتكم مشاهدينا في تاني أيام الجولة الأولى من الدوري رقم 66 النسخة الاستثنائية، وفي بدايتها وفي ضربة البداية للأسبوع الأول تحديدا تاني أيام، ولكنه رابع اللقاءات اللي بيستضيف فيه مودرن سبورت فريق إنبي على استاد السلام. لقاء بإذن الله هيبدأ بعد ساعة من الآن، وتحديدا في تمام الساعة 8 ضربة البداية أو لقاء البدايات، واللي دايما كل مدير فني بيهمه غير الأداء الفني أكيد الطموح والرغبة لاستمرار حصد النقاط والبداية والتوفيق فيما هو قادم. فلذلك ننتظرها إن شاء الله مباراة برغبة وطموح كبير بين كلا الفريقين لحصد النقاط وتقديم أداء جيداً.